معاكم من إبراهيم إسماعيل من قناة أي تي سوفت. هنبدأ النهاردة في سيشن رقم 4. سيشن هنتكلم النهاردة عن الـ SXI Configuration, الـ SXI Management Tools. هنقدر إزاي نمانج أو نقدر إزاي إحنا ندير الـ SXI. في عندنا 5 Management Tools. أول Management Tool اللي هي الـ Web Console, أو اللي هو اسمه vSphere View Client. ده ويب كلاينت عادي, just بتايب اليوزر نيم والباسورد بتوع اللوجن انفورميشن بتوعك. تقدر انت تدخل على الويزرد الخاص بالـ SXI وكونفيجر النتورك والستورج وتعمل مونيتورنج and so on. ومن خلال دي سي يو اي اللي هو دايركت كونسول بتاع اللي احنا شفناه من شوية, وممكن تاكسس او تقدر تمانج الـ SXI من خلال الشيل اللي هو كوماند لاين كونسول يعني, ودي بيكون دايركت اكستنشن. والريموت شيل, الريموت شيل ده يوزنج ال SSH بروتوكول, بت enable ال SSH بروتوكول من خلال ال wizard بتاع ال SXI. تقدر تريموت عليه من خلال اي كلاينت زي باتي او ميني كلاينت كتيرة يعني. اخر تول هي الباور سي ال اي. هي الباور سي ال اي دي باكج انت بتعمل لها داونلود, بتقدر من خلالها ان انت تمانج ال اس اكس اي من خلال الباور شيل. طبعا الباور شيل انت ممكن تكريت سكريبتس وممكن تكريت او ديجنيت ريبورت ريليتد بالاس اكس اي يعني. في كده بعض الحاجات ممكن تعملها يعني, هقولها لكم بعدين يعني ان شاء الله في الدروس القادمة. طيب هنبدأ مع بعض دلوقتي, ندخل على الانترفيس بتاع الـ SXI اللي هو ويب انترفيس. تمام, ندخل على مايكروسوفت ايدج, نكتب https://192.168.103. لك السايت نوت سكيور عشان بس السيرتيفيكت مش انستولد, فمش قادر يتاكد ان هي سكيور يعني. اكتب اليوزر نيم اللي دخلناه اللي هو رود, باسورد اللي هو بي ات اس اس دبليو او ار دي. دي الكونفيجريشن او ده الويب كلاينت الخاص بالـ SXI. هنبدأ مع بعض من حاجة حاجة يعني, نقدر نشوف ايه الفيتشرز وايه الاوبشنز اللي اوريدي افيلبل عندنا, نقدر نعمل مانجمنت ليها. تمام, طبعا هنا في الهوست بيورينا الفيرجن بتاع اللي احنا شغالين عليه, SXI فيرجن 6.5, والستيت بتاعته ان هو مش كونكتد في اي في سنتر سيرفر, والاب تايم بقاله 0.13 دايز اوريدي اب تايم, أو بقاله شغال 0.13. تمام, الجزئية الخاصة بدي خاصة بال resources consumption. هنا أول حاجة عندنا ال CPU بيوضح لنا مدى استهلاك ال CPU used بتاعه كام, وال capacity الميموري عندك ال capacity 4 جيجا, عندك ال used حوالي 1 جيجا, ال storage عندك ال capacity 32 جيجا, والـ used 972 جيجا. طيب هنبدأ مع بعض ندخل على الهوست. ماشي, بس ممكن أكبر شوية. اوكي, أنا كده كبرت بس شوية الدنيا عشان تشوف كويس. هنبدأ مع بعض بالهوست. تمام, بيكون في عندنا الهوست نيم اللي هو الفندور بتاع اللي هو في ام وير, والموديل عندك سي بي يو 4, عندك 4 كور سي بي يو انتل كور. تمام, اي 5 اللي هو البروسيسور بتاعي, الميموري 4 جيجا, والفيرتشوال فلاش يعني فلاش يعني ممكن نشرحه شويه هو مش مهم دلوقتي, والنتوركينج هوست نيم طبعا اسمه كذا, والاي بي ادرس 103, دي ان اس سيرفر اللي هو الجيت واي والجيت واي مظبوط, والاي بي فيرجن 6 انيبلد, والنتوركس النتوركس اللي انت ممكن تكونكت بيها اللي هي ال في ام نتورك. تمام, اوكي ماشي.
طيب الجزئية الثانية اللي عندنا اللي احنا هنتكلم فيها من التابات، ندخل على مثلا ايه، وفي تابس كتيرة قوي يعني ممكن ندخل عليها، ممكن نختار اوكي، ندخل على الستورج. في عندنا حاجة اسمها داتا ستور 1. داتا ستور 1 هو ده زي بارتيشن، ان انا بعمل عليه ستورنج للداتا، تمام. وده اللي موضح لنا اللي هو الفري سايز بتاعه حوالي 31 جيجا، تمام. والتايب بتاعه اسمه في ام اف اس 5 وسبورتد واكسس سيجنال، تمام. دي الجزئية الخاصة بالستورج. طب هندخل مع بعض معلش تاني على ال ايه الهوست، تمام اوكي. ده دي اوبشن، ده بي كرييت في ام، ده بيعمل زي شت داون كده لل 6 اي هوست، بيعمل ريبوت، بيعمل ريفريشنج مثلا، كل حاجة واضحة يعني. الاكشنز هي الاكشنز ممكن اللي فيها شغل شوية، طبعا فيها نفس الاوبشنز اللي موجودة فوق، شت داون ريبوت وسيرفيسز، هي السيرفيسز اللي موجودة. فزي الويندوز يعني، في عندنا سيرفيس انيبل سيكيور اس اتش عشان نقدر نكونكت عليه يوزنج الريموت شيل. طب في عندنا حاجة اسمها انتر مينتننس مودز، الانتر مينتننس الانتر مينتننس هوست، دي معناها ان انت يعني واضح جدا معناها ان انت بتدخل او عايز تعمل ابجريد مثلا او ابديت للسيرفر، فبتدخله في حاجه اسمها انت المينتننس مود. في المينتننس مود دي بيكون كل السيرفرز اللي عليه مش شغاله خالص، تمام. فبالتالي انت بتحتاج انك تعمل موفينج لكل السيرفرز اللي عليه سيرفر تاني عشان تعمله ابديت، اوكي. طب في برضو عندنا حاجة في الهوست، نختار مانج وهنبدأ مع بعض ثواني بإيه، بالسيستم. طب ندخل على التاب الخاصة بالادفانسد سيتنجز. Advanced Setting دي يعني هو همثلها لكم يعني مش واضحة أوي، هي مثلا هي مجموعة من البارامترز ممكن نعمل لها Edit كده زي الريجستر اللي في الويندوز، يعني إن أنت بتعدل values معينة عشان تأكسكيوت أو عشان تنفذ حاجة معينة، تمام. في عندنا حاجة اسمها Auto Restart. Auto Restart في عندنا هي Enabled Start Delay و Stop Delay. ايه هي ال Stop Delay بقى؟ ال Stop Delay دي مثلا انت لما تيجي تعمل Shut Down لل SXI Host، طبعا لما تيجي تعمل Shut Down كل ال Virtual Machines بتعملها Shut Down by Default يعني. فال Stop Delay ده معناها مثلا ان لو عملت Shut Down لأول Virtual Machine، لما تيجي تعمل Shut Down أو تقفل ال Virtual Machine التانية، يكون الفرق حوالي 120 سكند. مثلا انا قفلت او الفي ام 1 وقع دلوقتي، الفي ام 2 هيتعمل لها اوتوماتيك ستوبنج بعد 21 ثانيه من الفي ام الاولانيه and so on يعني. ففي كده زي تايم فريم بين كل في ام والتانيه هو حوالي 120 سكند. نفس الفرق برضو ستارت ديلي، لما تيجي تعمل اوتوماتيك ستارت اب للفيرتشوال ماشين، تمام، هيكون في برضه زي تايم رينج بين كل في ام والتانية 120 سكند، اوكي تمام. ممكن نعمل ايديت سيتنجز، اوكي، عشان ممكن نعمل ايديت مثلا، ممكن احنا نعدل التايم ده، مش ممكن نخليه 120، ممكن نخليه اي تايم احنا عايزينه يعني. في حاجة اسمها الستوب اكشن. الستوب اكشن دي في منها حاجه اسمها باور اوف. باور اوف دي زي يعني همثلها لكم ان انت شلت الفيشه من السيرفر، يعني دي حاجه مش ريكومندد، ممكن توقع الاوبريتنج سيستم. وفي عندنا اوبشن اللي هو سسبند وشوت داون. سسبند دي انت بتعمل سسبند ليها او بتخليها يعني سسبند، يعني شوت داون انت بتقفلها شوت داون عادي،
تمام. اوكي طيب، سؤال دي حاجة ريتد بالميموري. تمام، تايم اند ديت. تايم اند ديت يعني ريكومندد ان انت تكون موصل السيرفر بتاعك ب ان تي بي سيرفر عشان يقدر يادجاست الديت والتايم. تاني الهاردوير، البي سي اي ديفايسز، دي ده في كل البي سي اي ديفايسز اللي كونكتد بالسيرفر. والباور مانجمنت، باور مانجمنت دي انت بتعملها عشان تقدر ان انت تحاول تحدد كمية الباور اللي بيستخدمها السيرفر. تمام، ولو performance بتاع السيرفر عالي قوي كباستي والكلام ده كله، فبيكون استهلاكه للباور عالي، فهي باي ديفولت بتعملها enable. هي ملهاش يعني ملهاش استخدام قوي يعني، او مش كل الناس بتستخدمها في السيرفرز يعني. اوكي، واللايسننج لو عايز تنستول او تمبورت اي لايسن، لايسنس مثلا اكشن assign، تعمل assign license وتحط اللايسنس بتاعتك عادي. تمام، وعموما بالنسبة أصلا لل SXI host، SXI host ده بيجي trial version لمدة 60 يوم، يعني بمدة 60 يوم بيبقى trial version، وكده محتاج تنستول تاني. طبعا أنت ممكن تنستول الكلام ده كله على أكتر ماشين، تعمل لها format وتنستول عادي، ما فيهاش أي مشكلة خالص يعني. بس اللي هنشرح ايه تاني؟ تمام، ايه تاني؟ الباكجز دي كلها الابديتس، او دي يعتبر ممكن نقول الابديتس مثلا، هي الابديتس اللي انت عايز محتاج تعمل لها انستولينج على السيرفر. بس قبل ما نتكلم في حتة الباكجز دي، ال VMware طبعا لما سوري ال vSphere لما يكون already free edition، لما او لما يكون في free edition من ال SXI، ما بيكونش فيه support خالص، محدش حد يسبورت. هو support using community. وحاجة تانية برضو، ان انت مش ان هو مش ينفع يشتغل مع ال vCenter، وما تقدرش انك تعمل باك اب للفي امات باي باك اب سوليوشن لايك الفيم او اي باك اب سوليوشن يعني. تمام، اوكي هنبدا مع بعض ندخل على السيرفيسز. ودي سيرفيس اوريدي رانينج على السيرفر. تمام، في عندك سيرفيس ليد الخاصه بالدي اس سي يو اي الخاصه بال كونكت دايركت على الاس اكس عشان تقدر تمانجه. وفي في سيرفس اللي هي تي اس ام اللي هي الخاصة بال شيل انترفيس، والتي اس ام اس اتش اللي هي خاصة بال الخاصة بالاس اتش يعني الريموت اس اتش، تقدر تكونكت عليه ريموتلي يوزنج الاس اتش بروتوكول. طب انت ممكن تعمل عليها رايت كليك وتعمل لها ستارت عشان تبقى ستارتد، وممكن من خلال اي كلاينت زي باتي ممكن انت تقدر تنزله وتقدر تكونكت على اس اس اكس اي سيرفر. نحاول كده نجرب نعمل داونلود، داونلود باتي ده كلاينت بس بقدر اكونكت عليه، اقدر اكونكت منه اس اتش على ال SXI host. run تمام. بس هو بيتسطب بس عبال ما يتسطب، ما يدخل على security users. ايه هي ال users already ليها access على ال SXI؟ طبعا administrator، ممكن add user، ايه ال rules، ايه ال policy اللي احنا ممكن نطبقها عليها، ايه ال right management وال certificates وال authentication. طبعا عايز في عندك في نوعين من authentication،
لوكال اوثنتيكيشن اللي هو اليوزر نيم اللي هو الروت والباسورد اللي انت حددته، وممكن توثنتيكيت مع الاكتيف دايركتوري. فبتضطر ان انت تعمل جوين لل اس اكس اي ده مع الدومين، فاوثنتيكيشن هيتم عن طريق الاكتيف دايركتوري. اوكي طيب، في عندنا حاجة اسمها acceptance level. acceptance level دي ليها علاقة بال الباكجز اللي انت محتاجها تعمل لها داونلود، او الباكج انت تعمل لها انستول عندك، هل هي accepted ولا لا، يعني هل هي من فيكتور accept، مش اي حاجة تعمل لها انستول يعني، فلازم تكون already accepted. انستول بس البوت كده ونجرب نكونكت على ESH. تمام يوز، لا مش عايز فينش. هو مش نجرب كده، نجرب نبرش بوتي باتي سوري، هنكتب الاي بي بتاعنا 192.168.1.1.3، وهنختار ان احنا نكونكت عليه اس اس اتش. اوكي يس كده كونكتد، لوجن از روت والباسورد بي 8 اس اس دبليو او ار دي، كده اوريدي كونكتد على ال اس اكس اي. ممكن نقدر نعمله مانج يوزنج طبعا كوماند معينة. اوكي تمام، احنا اوريدي كونكتد اس اتش. نقفل نجرب كده ندخل مع بعض. تمام طيب، في عندنا برضو اخر حاجة عندنا هنتكلم بس شوية عن الستوريج. طبعا قلنا الداتا ستور، الداتا ستور طبعا اللي هو زي عبارة عن هو يعني الداتا ستور ده بارتيشن، هو طبعا بيكون ليه زي فايل سيستم فورمات اللي هي زي ان تي اف اس والكلام ده كله، والفورماتنج عفوا والفورماتنج اللي موجود في الدي ام اسمه دي ام فايل سيستم، يعني زي البارتيشنز حاجة يعني كده زي البارتيشنز في الويندوز. الادابتورز، ايه هي الادابتورز والديفايسز، كل ديفايس اللي موجود طبعا عندك الدي بي دي والفي ام وير ديسك دي يعتبر كديفايس يعني ستورج ديفايسز. طب ندخل مع بعض على النتوركينج. في عندنا حاجة اسمها مانجمنت، مانجمنت نتورك. ايه هي المانجمنت نتورك؟ مانجمنت نتورك دي هي النتورك اللي حاليا الـ SXI واصل بيها، يعني هي الفيزيكال نتورك اللي هو واصل بيها. هنتكلم في عندنا حاجة اسمها virtual switches. virtual switches اللي هي بيكونكت الـ VMات مع بعض، الـ physical NICs اللي هي الـ physical network cards الموجودة الـ already الـ server connected بيها، عندنا طبعا واحد بس connected بيه اللي هو الـ virtual. والـ VM kernel، الـ VM kernel ده زي management management port، بقدر من خلاله نقدر أمانج ال SXI، هي بورت يعني مانجمنت يعني. اوكي يعني دي طبعا في فاير وول رولز، دي ممكن الرولز ممكن نعمل ستوب ستارت لاي رولز معينه على حسب احنا ايه البيزنس نيد بتاعتنا. في عندنا دي ان اس كلاينت، يعني في رولز كتير قوي مش هنتطرق ليها دلوقتي، ممكن فيما بعد يعني اس ام اي سيرفر، اس اتش سيرفر اند سو اون. طب كده احنا خلصنا الجزئية الخاصة بالـ SXI Web Client. الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ مع بعض نديبلوي أول Virtual Machine بالنسبة لنا، وإزاي نقدر نعملها Installation، ويليه الدرس الخاص بالـ vCenter، إزاي نقدر نستول الـ vCenter ونعمل Management لكل SXI Host. أشوفكم في الفيديو الجاي، وياريت تكونوا استفدتوا. لو في أي مشاكل خاصة بالـ Installation أو التعامل مع الـ ESX Web Client ياريت تكلموني،
ويا ريت تتابعوني لو في اي مشاركات، يعني يا ريت يعني ما تبخلوش عليا بالمشاركات، بحيث ان الكل يستفيد يعني، وخيركم من تعلم العلم وعلمه، واشوفكم على خير. سلام عليكم.